في هذا الفيديو سنعرض عليكم معلومات نادرة ستعرفونها لأول مرة. كيف يعرف الإنسان أنه مصاب بالحسد وما هي طرق علاجه؟ السلام عليكم مشاهدين الكرام. الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، وقال القفوي: الحسد اختلاف القلب على الناس لكثرة الأموال والأملاك. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ويصاب الإنسان بالحسد عندما يكون محبوبا لدى الناس، وعندما يغنيه الله بالمال، وعندما يغنيه الله بالبنين والبنات وغير ذلك. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعلى المصاب بالحسد أن يستعين بالصبر والصلاة، ونذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، ونتبع ما أمرنا الله عز وجل به. فقد أمرنا الله عز وجل في كتابه العزيز حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. وبعد الحسد يأتي دور الحقد. وحتى نعرف الفرق بين الحسد والحقد، ويذهب خطأ الاعتقاد أنه لا فرق بينهما، فسنتعرف على معنى الحقد. ومعنى الحقد من حيث اللغة، تخبرنا فيها معاجمنا العربية أن الحقد هو الضغن، وهو إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها، والجمع أحقاد وحقود وحقائد. أما عن المعنى أو الاصطلاح، فهو إضمار الشر للجاني إذا لم يتمكن من الانتقام منه، فأخفى ذلك الاعتقاد إلى وقت إمكان الفرصة. وقال الجرجاني أن الحقد هو سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل العداوة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال، فلما جاء الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبع عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تأويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث ليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه، ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليالي وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت في المرات الثلاث، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أراك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الرجل: ما هو إلا ما رأيت، يقول: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحد على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك. وفي رواية البزار: ثم الرجل المبهم سعدا، وقال في آخره: فقال سعد: ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي، إلا أني لم أبد ضاغنا على مسلم أو كلمة نحوها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله،
صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما هو مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.